الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوف انا كاين النقابات على الورق كما تيعرفونا وكما تعرفونا انتوما وحنا رياضنا حنا عمليين وما تيهموناش مناصب لا كاتب عام ولا منصب بحالو بحال الكاتب بحالو بحال امين المال. حنا عندنا مصلحه وحده شناهي هي الغير على القطاع. انا بالعكس حنا من هنا غادي نقدروا ندخلوا للمركزيه وننضوا وننضوا خمس حيت عندنا 300 مجلس مستشارين وخاصه تيخدم عام عام الفساد والمحسوبيه والزبده. وزاره جديده خصوصا الوزاره ديالنا وزاره جديده مسؤولين جدد ما خدموش غير قولنا لهم الميرصاد باش ماشي احنا ما حدا جهد ولكن حدا جهد الشارع وما غنسمحوش فيه وغادي نخدموا احنا غادي نقولوا لهم ما خدموش انا كاش نخاوية وشكرا. هذا مصير واحد مصيرنا الله يحب بس ولكن راه عندي فوق المحاور بحال بحال دار الاخوان راه كاين راه هاد النقطة خصكم تعرفوا لها أول نقطة خصكم تعرفوا لها هي ما جبدنا شي حاجة. أول نقطة هي ما ربي خصنا نحيدو منها هي الأولى عاد ندخلو شي بلا ربي لأن ما حدنا أن عاد خدمنا في التناقي راه ما عمرنا وصلنا شي نتيجة. هذه الفتحة الحارقة الآنية والتي لا تخفى عليكم لأن أغلب لأن أغلبنا هنا بحار يعني كيفاش نطلقها من في الأول وهو السلام البحرية. هذه الكلمة الرنانة التي نسمعها جميع المواقع وجميع المنابر الإعلامية والصحفية وكذلك النقابية وجميع أماكن لا حياة لمن دونها. فأنا من الأوان أكيد أخونا وأصحابنا وترى الله دعنا من دون كل عائلات وقال فتقور المعاقب كذلك يعني قال لا كما تقول كسرع الجامع والله يحفظ الباس وتحية نضالية لإخوان الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد العصافير كاتب محلي نقابة عربينة وبحارة الصيد الساحلي كونفدرالية الديمقراطية للشغل جهة الدخلة والذهب. اليوم كان واحد الجمع استثنائي الجديد المكتب ديال الصيد الساحلي من بعد واحد التوقف اضطراري اللي اضطرينا توقفوا فيه نتيجة نقاشات ووجهات نظر داخلية في قطاع الصيد البحري بالداخلة. كنشكر في البداية جماهير المناضلين اللي دائما كتكون حاضرة في أي فعالية كيقوم بها المكتب المحلي في أي فعالية واللي كتبين مدى ديال الزخم ديال العمل ديال المناضلين ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. كنتأسف الباقي البحار والمناضلين اللي ما استطعناش أننا نستقبلوهم لأننا احترمنا الشروط الصحية الاحترازية بخصوص هذا الوباء اللي كاين في بلادنا. المكتب اللي تم تجديد ثقة في المكتب ديال الصيد الساحلي اللي كان واللي عبد ربي هو الكاتب فيه وتحطت على الطاولة مجموعة من الملفات اللي هي ملفات كبيرة واللي هي عاجلة واللي ضروري أننا نشموا على يدينا ونوض ونخدموا عليها. على رأسها ملف ديال السلامة البحرية الفواجع اللي كثرت مؤخرا لا بميناء الداخلة ولا باقي موانئ كتساءلنا على شروط ووسائل السلامة. ملف ديال مدونة التشغيل والفصل 3 اللي يمنع البحارة من الاستفادة من مدونة الشغل. ملفات عديدة احنا ان شاء الله مع المناضلين ديالنا مع باقي الهيئات النقابية اللي كنمدوا لهم اليد ديالنا من أجل التعاون جميع التمثيليات النقابية العمالية الخاصة بقطاع الصيد البحري اللي كاين على مستوى جهة الداخلة والذهب كنمدوا لها يد العمل المشترك لأنه مصير واحد والمشاكل هي واحدة. ونتمنى إن شاء الله أننا نكون صوت جماهيري اللي معروف على الكونفدرالية واللي يختص ويهتم قطاع الصيد البحري وشكرا جزيلا.